إن كانت والدتك حية موجودة فاحرص كل الحرص على أن تدخل السرور عليها. والله من أجل القربات وأعظم أسباب التوفيق إدخال السرور على الوالدين وعلى الوالدة على وجه الخصوص. فإن أردت بهذا وجه الله، قصدت به وجه الله لا لشيء آخر، لأن الله وصاك بها، فإدخال السرور على الوالدة من أعظم أسباب التوفيق.